ودي الحاجات دي سويت 217. حاضر يا شيخ. روم سيرفيس. ثانية واحدة. إبراهيم، ازيك يا شريف؟ اتفضل يا إبراهيم. تعال يا إبراهيم. كويس إنك بتشتغل. أو تساعد نفسك. المعاش بقت صعبة يا راجل دلوقتي. دي فترة مؤقتة. لحد ما أقدم في امتحانات الخارجية. خرجيت يا عم، والله انا احسن لك. الخارجيه دي وجع دماغ على الفاضي. شغل الحر ده مفيش احسن منه. انت بتعمل ايه هنا؟ ابدا، انا جاي اغطي اجتماع وزراء الخارجيه العرب تبع الجورنال. انت مش كنت ماسك الداخليه؟ لا، دي كانت مرحله. دلوقتي انا ماسك الخارجيه. واضح انك ارتحت قوي مع الحكومه. امال كنت بتهاجمها ليه؟ حماس الطلبه في الجامعه حاجه، والحياه العمليه حاجه تانيه. احنا كنا فاضيين يا ابراهيم، ما وراناش حاجه. الواحد لما بيحتك بالحياه العمليه بجد بينضج. واضح انك نضجت قوي، نضجت زياده عن اللزوم. بترى اللي بكتبه في الجورنال؟ طبعا بقراه دايما، بس بعد ما بقراه برجع. اسمع يا ابراهيم، اللي انت بتقوله ده انا كنت بقوله وبقول اكتر منه، والافكار اللي انت جاي تكلمني فيها دي انا اللي معلمها لك. فما تعمليش فيها وطني قوي وصاحب مبادئ. ما هي دي المصيبة، ان انت اللي علمتني الافكار دي. شوف يا ابني، محدش في الدنيا دي بيمشي في اي اتجاه الا لو كان الاتجاه ده في مصلحته. افهم الدنيا كويس. انت لو ابوك كان اداك ريق حلو وخدك تعيش معاه وغرقت في العز وعشت في قصر عز وباشا، كانش زمانك مؤمن باي فكرة باللي انت عملت دافع عنهم دول. مركب خلاص غرقت، واللي لحاله خشب يتعلق بيها هو اللي هيب على وش الميه، مش كده يا متر؟ الشوربه مالها بارده كده ليه؟ مش هشوف شغلك كويس؟ انا اسف اني عرفتك في يوم من الايام. انت احقر انسان شفته في حياتي. احترم نفسك وما تتجاوزش حدودك. انا برضو اللي احترم نفسي. قبل ما تقولي احترم نفسي، بص لنفسك الاول في المرايه، هتلاقي شخص غير محترم. لا، انت قليل ادب، وانا غلطان اللي باخد ودي معاك في الكلام. اطلع بره وانا هكلم مدير الاوتيل عشان يقفلك من هنا. انا برضه قليل ادب يا واطي يا سافل. انا اديتك كذا فرصه، انما يظهر ان عمرك ما هتنجح في اي حاجه في حياتك. انت ولد فاشل، نهايتك هتكون السجن. يا فندم، هو اللي اتهجم عليا وضربني زي ما حضرتك شايف كده. اخلص خالص، انت ليه قاعد تتكلم؟ مين هيدفع التلفيات اللي في السويد؟ هتدفعها منين؟ اطلع بره، تنزل تشتغل مرمطون في المطبخ بره. انت رحت لشادي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك الوزاره؟ انت رحت لشادي يا حسين؟ ايوه رحت. رايح تهدده؟ انا ما هددتوش، انا شرحت له الموضوع بالعقل والراجل فاهم الموقف. ورايح له بقى بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفه اخوك الكبير ولي امرك. انت لا اخويا ولا ولي امر، مش عشان اللي هو ايهاب رفض جوازك من ميرفت هتطلع عقدك عليا. شو وطي صوتك، انت هتتجنن عليا ولا ايه؟ وبعدين مش انا لوحدي اللي رافضه، كلنا رافضينه. كلكم مين؟ ماما رافضاه نهائي، بتقول ان الجوازه دي لو تمت هيحصل لها حاجه. وهي رافضه بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ شايفه ان الجوازه دي محكوم عليها بالفشل. وهي كانت نجحت في حياتها لما هتحكم على حياتي بالفشل؟ داليا ما تتعصبيش، انت لما بتتعصبي بتهبلي وما بتعرفيش بتقولي ايه. لا انا عارفه كويس قوي انا بقول ايه. ماما بوظت حياتها وعايزه تبوظ لي حياتي انا كمان. مش رحت اتجوزت حماده عزه لمجرد انه حفيد الباشا عزه، والنتيجة اتطلقوا والعيلة كلها اتشردت. ماما ملهاش أي ذنب، هو اللي راجل مستهتر وفوضوي ومش بتاع حياة مستقرة. ومين قالك أنت بقى الكلام ده؟ أنت كنت لسه في اللفة وأنا كنت في بطن أمي. أكيد هي اللي قالتلك. أنت مش عارفك إن هي كانت صح وإن حمادة كان غلط. ماما لا يمكن تكذب، بدليل إنها بعد الطلاق رفضت تتجوز، قعدت علشان تربينا، كانت لينا أب وأم. هو بقى اللي راح يدور على حل شعره، مرة يتجوز لي خدامة ومرة يتجوز لي رقاصة. مش يمكن امك اللي وصلته لكده؟ مش يمكن لو كانت فهمته وحبته ما كانش عمل كل اللي عمله ده؟ داليا انا كل المصايب اللي نازله ترف فوق نفوخي من تحت راس ابوكي، مش ناقصين كمان تدخل لنا العيله واحد جديد ملوش اصل ولا فصل. ايوه، وليد مين؟ مدير فندق في شرم.
ادهولي ادهولي. اواليد باشا ماله ابراهيم؟ ازاي اعمل كده؟ لا لا يا وليد باشا، لا لا لا، ما تعمليش اي اعتبار. شوف المساله تمشي قانون ازاي واتصرف. ده واد مستهتر ومش متربي. ايوه ايوه، يغسل صحون ويمسح بلاط كمان. ايوه يا فندم، لا ده كرم منك. انا اسف يا وليد باشا، انا اسف جدا. ايوه اتفضل اتفضل، مع السلامه يا باشا، مع السلامه. اتفضلي. ابراهيم اخوكي ابن حماده والخدامه، بعد ما توسطت له عشان يشتغل في اوتيل في شرم، راح طربع السويت على راس زبون. ما تغيرش الموضوع. ما هو ده الموضوع، حماده. الكارثه كلها في حماده. اي حاجه من طرف حماده بتيجي على دماغ انا. انا بكره اليوم اللي اتولدت فيه بسبب الراجل ده. ايوه معالي باشا، تحت امرك يا معالي باشا. حالا يا فندم. اتفضل معاليك. اتفضل يا فندم. داليا، عشان خاطري انسي الموضوع ده خالص. انا اخوك الكبير وعارف مصلحتك. طبعا انتم ملاحظين ان حيطان البيت نشعت والبياض واقع، شكل البيت بقى مقبض قوي. انا شخصيا اول ما بدخل البيت ده بيجيلي اكتئاب. فعلا يا حماده، عاوزين بقى البيت ينور عشان ما يجيلناش اكتئاب، وعشان كده انا قررت ان احنا نبيض البيت. وهنقعد فين لغايه البيت ما يتبيض؟ هنقعد فين يعني ايه؟ هنقعد في البيت برضو. ازاي يعني؟ انا ما بطيقش ريحه الزيت والصناعيه اللي يفضلوا رايحين جايين قدامنا كده، انا ما بستحملش الكلام ده. ما احنا مش هنبيض بالزيت يا حماده، احنا هنبيض بالبلاستيك. ده ملوش ريحه وسهل قوي وبينشف بسرعه، واحنا اللي هنبيض مش الصناعيه. احنا ازاي يعني؟ احنا يعني احنا، ونجيب صناعيه ليه؟ هي مشكله. انا والدكتور مختار كنا بنبيض الفيلا بتاعتنا في المانيا كل 4 سنين، والولاد كانوا بيساعدونا، مش كده يا هشام؟ اه طبعا يا ماما. طبعا يا ماما. انت عايزين انا امسك فرشه واقف ابيض الحيطان؟ لا طبعا، هتصنفر بالصنفره الاول، وبعدين تمعجن بالمعجون، وبعدين تدي وش اولاني، ولما ينشف تدي الوش الثاني. انا مش نقاش، معرفش اشتغل الشغل ده. يبقى تاخد شنطتك وتقعد في اي حته ثانيه. اللي يقعد في البيت ده لازم يشتغل. انا اقعد في الشارع؟ انا مع الرصيف ولا ان اقعد معاكي؟ استنى يا حماده. سيبيني يا ماما، دي مخي ضرب خلاص. هلا صنفر ومعجن قال، وتدي وشين بياض كمان. يلا يا ابني شويه، اعمل لك همه، بعد ما تخلص القضيه خش على الطبق اغسلها. يا حمادة دوس على الفرشة كويس، البلاستيك بيقع كده مش بفلوس. ده يا نوال، حرام عليكي بقى، العيال حلو مكان ياكلوا لقمه وبعدين يبقوا يشتغلوا. بعد ما اخلص الحيطه دي يا ماما حطي الاكل في المطبخ. استني يا ماما، اخد سندوتش واحد بس، انا ميت من جوع. انت هتدهني ازاي وانت بتاكل؟ هاكل وبعدين اطلع ادهن. الله، تسلم ايديك، الشغل زي الفل. هاي يمكن اللي حصل ده عجبت البهدله اللي انا فيها دي. ايه بهدله ايه؟ ده بيتك، ولا ينضف بيته يبقى بهدله؟ يلا يا حماده. ايه انت هتريح؟ ما هتشتغل ازاي؟ انا خلاص خلصت، هطلع اخد الشاور بتاعي. يلا يا ماما. Thank you.
دي موجود يا حبيبي؟ ايوه موجود. اهلا يا شادي، تعالى. ازيك يا شادي؟ ازيك يا حماده بيك؟ ايمان، هات كرسي لانكل شادي هنا. اوكي يا عم حماده. اسف يظهر اني جيت في وقت مش مناسب، هبعدي على حضرتك يا راجل. مش مناسب ايه؟ تعالى اقعد جنبي انا اهو. شكرا حبيبي، شكرا. قول لي يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كويس ازاي؟ انا عارف انك زهقان وقرفان من عيشتك. ايه ده؟ لا مؤاخذة، معلش ده بلاستيك بيطلع على طول بالميه، معلش. اقعد يا حبيبي، اقعد نكمل كلام. اوعى تكون فاكرني نايم على وداني يا شادي. انا بديني الاخبار، ما تخافش يا حبيبي انا واخد بالي خلاص. انا بديني الاخبار لغايه عندي هنا. مش حسام جالك وخوفك؟ هو مش خوفني يا حماده بيه، حسام حسسني بالاهانه وبلغك موقفي. انا رحت طحت فيهم كله. معلش يا شادي انا متاسف قوي، بس فعلا البويه دي بلاستيك بتطلع بالميه على طول. انا كنت بقول ايه؟ حضرتك كنت بتقول لما طحت فيهم. ايوه انا قلت لهم شادي ده اختياري انا، ومحدش من حقه يراجعني في قرار انا خدته. انا اصلا انا كده يا شادي، اسكت اسكت، لكن لما افتح بقى يا شاطر يا رب. والله يا حماده بيه انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. حضرتك فعلا غامرني بعطفك. معلش يا حبيبي، احمد ربنا ان مفيش وش تاني. وش تاني؟ هو انا اللي لبسك فيك يا شادي؟ اتجوزتك بنتي الوحيده، دالي يديكم وخوتكم تاني. ما هو ده العشم برضه يا حماده بيه. والله مين شادي ده اللي الولاد بيقولوا انه جه تحت يا ماما؟ يا ستي ده اللي عايز يخطب داليا، بس ما حدش موافق عليه. اشتغل ايه؟ رسام قال، بس ما دي شغلانه بصراحه. بقى هم عندهم حق، بس البنت متمسكه بيه، جالها عرسان الدنيا، انما هي متشعلقه في ده. حلو قوي السيجار ده يا شادي، بجيبه منين ده؟ من بره؟ هجيب لحضرتك علبه يا حماده بيه، بس ركز معايا الله يخليك. انا دلوقتي يا حماده بيه بفكر ابيع الاستوديو بتاعي. الاستوديو ده طبعا على النيل، يعني هجيب سعر مش بطال. وبفكر بقى بعد كده اخد شقه كبيره في اكتوبر في الشيخ زايد مثلا، او في المتميز، شقه تكون ثلاث اوض وصاله. عارف عيبه بقى؟ انه بيطفي. عايز علبه كبريت جنبه. ايه راي حضرتك بالاقتراح ده يا حماده بيه؟ انا متهيألي حسام بيه ممكن يقتنع بيه. حسام مين يا ابني اللي انت خايف منه قوي كده وعامل له الف حساب؟ انت قاعد مع ابوه. اه طبعا طبعا. اظبط ايدك لا توسخني. انا اسف حماده بيه، انا قصدي يعني لو كان الاعتراض على الشقه فانا ممكن اجيب شقه، لكن لو كان الاعتراض على شخصي انا فدي بقى اللي ملهاش حل. شوف يا شادي، الكبار لما يتكلموا الصغيرين لازم يسمعوا. لا انت ولا حسام ولا داليا ولا مخلوق في الدنيا له كلمه في الموضوع ده غير انا. انا اديتك كلمه خلاص، خلصت. مساء الخير. مساء الخير يا هنا. دكتورة نوال عز وبنت عمي. أنا اتشرفت خالص والله يا هنا. هو أنا كمان اتشرفت. معقولة؟ معقولة يا حمادة تخلي الضيف يشتغل وتقعد أنت؟ ده رسام شغلته، طول عمره ماسك الفرشة في إيده، مش جديدة عليه يعني. وبعدين شادي ما هوش غريب، يبقى خطيب داليا يا بنتي. ربنا يتم بخير. يا ده انا هلكت النهارده يا لونها. بقول لك ايه يا حماده؟ مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه ايه؟ على نوال يعني. هتلر بلع. اسمع بقى، مش عايزك تقول عليها تانية هتلر. نوال بقت حاجه تانية، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. حاجه تانية ازاي يعني؟ انا حاسه كده انها مياله ليك. نوال مياله ليا انا؟ انت بيجي لك تهيؤات دلوقتي ولا ايه يا رولا؟ تهيؤات برضو. نوال دي انا مربياها واقدر افهمها من غير ما تتكلم. شوف يا سيدي، من كام يوم كده انا جايه صحيك بقى بدري حسب المواعيد، قابلتني قالت لي ايه؟ ماما نونه والنبي تسيبيه نام يرتاح شويه. عارفه عايزاه نرتاح ليه؟ عشان تهد بدني طول اليوم. والنبي انت ظالمها. ظالمها؟ ده لا طول عمري كنت اقول يا ريتها اللي كانت هي من نصيبك، بدل ما كنت رحت خدت دي ولا دي. انما انت بقى اللي ما بيعجبكش العجب. انت عايزانا اتجوز نوال؟ يعني ده كم سنه دي؟ اصغر منك يا اخويا ب 12 سنه. ولو ده انا صابر عليها بس لغايه ما الاقي فرصه اخدك ونهج من البيت النكد ده.
ايه ده النون ده اكيد الواد علاء من فرنسا. يخرب عقله، وحشني من الايه؟ يالا انت فين؟ ايه اخبارك ايه؟ احسن من سيبك كان ولا مش قلت لك كان بيشتغل نقاش؟ اختك بقى غاويه نقاش. ايوه كلنا الحكام العقبيه مموتانا يا ابني. حد تعيد العيلة تعزمي اذا كنت انت ولا اختك. اختش يا واد انت عيب بقى. ماما نولا زعلانة عشان تهزعك. خد كده بقى. اهلا يا واد انت يا براوي يا اللي مالكش عزيز. وحياة النعمة انت الوحيدة اللي وحشاني في العيلة الضربة دي. تمشي تلك غازة دو كور جان لاسي. والله والله لو طلبت كرسي ايفل لهد واجبهولك. لا بقى سمو كور اموا سودان ديليفري ما فول شانسون مونتون دي سوريز. تعرف حمادة 5000 يورو دول ما بقاش فيها ايه دي؟ واحد ستايل ما بيجيبش سويني. ده خالد بقى الملف لما انت تقول تتجوز اللي تقلبك وتاخد منك انما انا بقى عارف مدام لك من الدورادو من سينما ماجيك يا مستر باس une fille elle comme une fleur qui tombe des nues elle m'emporte au pays des merveilles puis disparaît au coin. لا يا لا يا اخويا ملهاش اخوان بنات اصفايا انا حاسس بسيم تالا كري دو كور زان لاسي سور ان مور ديغليز. لا في سي مون كور ا موا طب احمد سودان ديغليز ما فول شانسون مونتون دي سوريز. الواد ده مرزق طول عمره. ايه محظوظ في ايه بقى؟ متجوز بنت فرنسويه زي القمر. تقولي لنا واش اتفرجي والنبي اما تلفوا الدنيا ما تلقوا زي المصريه ولا في نظافتها بنت بلدك. ده انت تلاقي كل ده عيره وتركيب. حد يسيب القمر الاصلي ويبص لدي؟ القمر الاصلي اللي هي نوال. اه نوال. طب نامي انا تعبت النهارده. والله ما انت مد ايدك في حاجه، اصل توضيب الفطار ده مزاج عندي من زمان. عامل لك شويه فول بالشكشوكه هتاكلي صوابعك وراهم. انت رايح جاي من الصبح، سيبني اساعدك، انا مش واخده على القعده. لا انت تقعدي وتحط رجل على رجل كمان، وانا اختمك يا ست الستات. اقعدي. بصي بقى الخيار البخلل ده انا اللي مخلله بايديا، اصل انا غاوي خلل من زمان من ايام العزوبيه. تاكلي كده تحسي انك انت بتاكلي موز مخلل مش خيار مخلل. الله حلو قوي يا شفيق، تسلم ايديك. لا وايه ملحه مظبوط. بقول لك ايه بقى، سيبك من الخيار دوت، انت تفضلي تاكلي خيار وتسيبي الاكل. يلا كلي. يا نهار ابيض، ده من ساعه ما اتجوزتك ما بعملش حاجه غير ان انا باكل لغايه ما بقيت قد الفيل. فيل ايه يا شيخه وتخني ايه وكلام من ده. انا عايزك تاكلي كده وترفرفي يا اوشه. ربنا يخليك ليا يا شفيق، انت حنين قوي. الله ربنا بعتك ليا عشان يعوضني الشقه العمر كله. عمر ايه بقى يا عيشه، ده انت لسه ما قفلتيش ل 40 سنه. ولا يعني عشان ابراهيم ابنك بقى طولك خلاص هتعملي بقى فيها ام وشقيانه وكلام من ده. ده انت الست الستات يا وشه. كان في سؤال نفسي اساله لك، وكل ما اجي اساله اقول بلاش يا بت عشان ما يزعلش. انا عمري ما ازعل منك.
مدرس ابتدائي قد الدنيا زيك، لما جيت تتجوزني يعني ما سألتش نفسك انا كنت بشتغل ايه؟ كنت بتشتغل ايه يا عيشة؟ كنت بتاكلي لقمتك بعرق جبينك، بتاكلي عيشك بالحلال، ربيتي ابراهيم ابنك ودخلتيه احسن كليه، ضحيتي بشبابي كنت لسه صغيره عشان تأدي رسالتك، وفعلا اديتيها على اكمل وجه يا عيشة. هلاقي زيك فين انا بقى؟ ربنا يخليك ليا يا شفيق، ربنا يكبر بخاطرك. هنقضيها بقى دعاء وكلام من ده. بقولك ايه، عشان خاطري بقى كل، يلا خد دي من ايدي. انا خلاص شبعت، كلامك الحلو دوت شبعني خلاص. طب من هنا ورايح بقى مش هتسمعي مني ولا كلمه حلوه، كلي بقى يا عيشه. انت من الصبح عمال تعزم عليا، هو انا ضيفه؟ ايوه يا عيشه انت فعلا ضيفه، بس احلى ضيفه في حياتي كلها. مالك يا عيشة؟ يلا يا حماده. لا واحنا لسه اشتغلنا، احنا لسه بنقول يا هادي، مش عايزه شغل استعباط، يلا اشتغل بقى. حماده مامي الحقي انكل، حماده مش بيتحرك. خير يا دكتور ان شاء الله. مبروك يا استاذ شفيق، المدام حامل. ما حامل؟ عيشة حامل يا دكتور. الله يبارك في حضرتك، ألف ألف مبروك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا وش السعد. ألف ألف شكر يا دكتور، كتر ألف خير حضرتك. شكر ألف شكر، كتر خيرك، كتر خيرك. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك فيك. تفضل عيشة حامل، ألف مبروك يا عيشة، يا أوشة، يا منقوشة، يا مشحاتة. ايوه هسميه شحاتة على اسم المرحوم ابويا، يبقى شحاتة شفيق شحاتة. تا 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 تا. شيلي الواد من الارض، حط الواد في الارض، ادي الواد لابوه. اسمع حمدتك يا شحاتة، بقول لك اهو. لا انت ما تقدرش تقولي جنبك يا حبيبي. في ايه بقى يا عيشة؟ بتعيطي ليه؟ هو احنا فرحانين نعيط، زعلانين نعيط؟ حد يزعل من الخير اللي بعته ربنا؟ انا كنت متاكد ان ربنا هيبعت لي خير كبير قوي، والحمد لله بعته على ايديك اهو بقى يا ام الخير يا ابو شحته. ما تضحكي بقى، انا مش بعيط من الفرح، مش بعيط من الفرح يا شفيق. امال بتعيطي ليه بقى؟ ده خير ربنا بعته. الحمد لله على كل جيب ربنا، بس انا ناعي هم ابراهيم. ابراهيم لما يعرف هيعمل ايه؟ ما انا قايل له يا ماما نونه ومحذره مليون مره، لكن ده لا بيمشي على الدواء ولا على الرجيم، يبقى لازم يقع. بس المرة دي يا دكتور والله كل كلمة هتقولها هننفذها بالحرف الواحد. خلاص يبقى ياخد الأنسولين ويمشي على العلاج بالملي، وإلا هنجيب له واحدة ممرضة تقعد معاه. لا يا دكتور، أنا اللي هديله الأدوية وأنا المسؤول عن كده. بصي بقى يا دكتورة نوال، أنت الأمل الوحيد في العيلة دي عشان تنظبط. ماما نونة ولا هو بيسمعوا الكلام، أنا غلبت معاهم. والله يا دكتور انا دلوقتي ماشي على العلاج بالظبط، والبركه في اسم الله عليها نوال. خلاص يمشي على العلاج كم يوم كده وانا هبعد اشوفه. تعبينك معانا يا دكتور، بس انت واحد مننا. انا ما بيتعبنيش ان انا اجي لكم، اللي بيتعبني ان انتوا ما تسمعوش كلامي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. مع السلامه. مالك يا نور عيني، حاسس بايه؟ هو انا وقعت صحيح يا ماما. الف بعد الشر عليك من الوقعه، انت ما وقعتش، انت زي ما تقول كده دخت. انت اكلت ايه على الصبح؟ هاكل ايه انا من اللي انتوا كلته منه؟ انا ما رضيتش اقول قدام الدكتور. انت واكل حاجه؟ ايوه يا ماما، واكل دي. انا لقيتها واقعه على الارض، سالت الولاد قالوا لي ما اكلناش شوكولاته، يبقى هي دي اللي رفعت لك السكر بالشكل ده.
لو سمحت يا ام، انا عايزه اتكلم مع حماده لوحديها شويه. حاضر يا اختي، حاضر حاضر. بقول لك انا النبي عشان خاطري ما تزعقي له، ده لسه عيان، كلميه بالراحه واحده واحده كده. حاضر. يعني كده كده يا حماده، هو انا لما بمنعك تاكل حاجه معينه مش ده عشان صحتك، ولا انا عاوزه اتحكم فيك ولا ضايقك ولا احرمك من اي حاجه. لو حصل لك حاجه يا حماده، الست دي ماما نونه ممكن يحصل لها ايه؟ لو مش خايف على نفسك خاف عليها هي. وبعدين انت مش صغير عشان اقول لك ايه هو الصح من الغلط. انت كبرت يا حماده، انت خلاص عديت الستين. وانا بس اللي كبرت؟ ما انت كمان عديت الخمسين. انا لسه اولا في الاربعينات يا حماده. وبعدين ده مش موضوعنا. امال ايه موضوعنا بقى؟ انا كنت بتضايق قوي لما انفعل عليك واضايقك. انا فعلا مش عايز اعمل كده، بس انت اللي بتضطرني لده. انا مش شايفه اي سبب ان علاقتنا تبقى متوتره بالشكل ده. انت من ساعه ما جيت من المانيا وانت كل ما تشوفي وشي تهب فيا من غير سبب. انا عمري ما بنفعل عليك بدون سبب. ازاي بقى؟ اول يوم جيتي فيه من المانيا من قبل ما تشوفيني زعقت فيا قدام الناس كلها. واحده تدخل بيتها تلاقي اتنين ستات شكلهم كده مش مظبوط رايحين جايين في البيت، ما تنفعلش. عموما خلاص احنا انتهينا من الموضوع ده. حماده انا عايزه افتح معاك صفحه جديده. الدكتور اسماعيل قال لي ان حالتك خطيره، يعني الموضوع مش هزار. هو قال لك ايه بالظبط؟ قال لي اللي انا قلته لك ده. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه في الشغل عندك يا حبيبي؟ وحشتني قوي يا ابراهيم. انا كويسه حبيبي الحمد لله. عمك شفيه مش مخليني محتاجه اي حاجه. انت مش هتنزل اجازه يا ابراهيم بقى؟ هاتي بس يا عيشه الدهوري عشان عايزه. استني بس. ايوه يا هيمه، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني والله يا راجل. طول النهار انا والست والدتك ما لناش سيره غيرك. ليك عندي حته مفاجاه حلوه قوي يا ابراهيم. استني بس، استني يا عيشة، استني. انا هفهمه، اصل والدتك نفسها ما تعرفش المفاجاه دي، قلت اقولها لك قدامها عشان تفرحوا انتوا الاثنين سوا. الف مبروك يا هيمه، النتيجه طلعت يا حبيبي وجيد جدا ومن الاوائل على الدفعه كمان. يا الف بركه الحمد لله. اخص عليك كده يا شفيق، ما تقوليش وتفرحني. والدتك بتعيط من الفرحه يا هيمه. الف مبروك يا هيمه. الله يبارك فيك يا استاذ شفيق، نعمه من الله فضل وعدل. ربنا يديم عليك فضله يا ابني. انا الفرحه مش سايعاني يا ابراهيم، انا قلبي هيقف خلاص، قلبي هيقف من الفرحه. كان نفسي تبقى معايا حبيبي دلوقتي، كان نفسي تبقى معايا. خص عليك يا شفيق، مش قادره اتكلم. هاتي بس اوعي. ايوه يا هيمه، بص بقى يا حبيبي، احنا كده نخش على الخارجيه واحنا قلبنا زي الحديد، وانا وست والدتك هنبقى نروح الجامعه نسحب لك الورق ونقدمه هناك في الخارجيه. على فكره انا سالت لك هناك، عرفت ان الامتحان لسه في اكتوبر، يعني بطل بقى تيجي تقعد معانا في رمضان كده وتستحضر للامتحان عشان تبقى سافرنا يا استاذ. ما تتعبش نفسك يا استاذ شفيق، انا الحمد لله مستريح هنا في الشغل قوي. يا راجل ما تقولش الكلام دوت. الله، ده انت جايب جيد جدا يا ابراهيم.
يا راجل فضوا ايه وكلام فاضي اللي انت بتقول عليه ده؟ كلميها انت يا عائشه. يوه الكارت خلص، هبقى اجيب لك كارت تكلميه. ابراهيم متغير يا شفيق، ده مش ابراهيم. انا ابني تعبان، انا ابني فيه حاجه. هو بس الولد تلاقيه من فرحته بس صوته محشره كده. هو انت على طول قلقانه يا عائشه؟ لا لا لا، قلب الام بيحس. بقول لك ابني تعبان، ابراهيم مكسور، صوته فيه كسره، كسره انا اول مره اسمعها. كام؟ لسه عالي 270. 270 عالي، ده كويس قوي. احنا عايزين نوصله 110، ده يخلينا بقى كل يوم نرجع نجري حوالين البيت. لا خليه عالي احسن. ايه الاخبار يا نوال؟ لا الحمد لله النهارده احسن كتير. الف حمد وشكر ليك يا رب. يا سلام، انا طول عمري اقول الدم عمره ما يبقى ميه. شايف بقى وقفه نوال جنبك وخوفها عليك يخليك تعرف بقى ان شخطها وزعيقها قبل كده كله كان من ورا قلبها. احنا اهل يا ماما نونا، واحنا اغرب عن بعض. نوال دي اخت الصغيره. لا يا اخويا، نوال مش اختك الصغيره، نوال بنت عمك. اختك منين بقى؟ يا نونا انت ناقص تقومي تفقع زغروطه وتبعتي تجيب المأذون. ما بلاش شغل التدبيس بتاعك ده. يا اخويا يا ريت احنا نطول. نوال بنت عمك دي قمر ودكتوره قد الدنيا، مش احسن من اللي جبتها في ايدك ودخلت علينا بيها؟ طلعت نصابه وعايزه تبيعك اللي قدامك واللي وراك. وهي يعني عشان ادتني حقنه وكان برشامه اهو متجوزها يا ست انتي حماده؟ رحتي نونا. يا حبيبتي الله يسلمك. ازيك يا ماما نونا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الله، انت هتفضل تعمل كده كتير؟ ايه كده ده؟ حماده داخل، حماده وقع. الله، ما ترحم نفسك شويه وصحتك يا بنت. ما تصدقيش الاشاعات، ابوكي ده جامد قوي. حماده يا جامد. امال مش عايز تتبنى قضيتي ليه وسايبني لايصه كده؟ انت ليكي قضيه يا دودة. ايوه يا ماما، قضيه اللاجئين. ايه قضيه اللاجئين دي؟ انا وجدها المقبض ده اللي اسمه شادي اللي اتعرفت عليه عندك يا حماده. الله، ما حدش عايز يقف جنبنا يا بنت مجالي. وانا خلاص اديته كلمه. خلصت خلصت. الله، انت هتعمل زي الحكومه، عمال تدي تصريحات وخلاص، ما تعمل حاجه بقى. ازيك يا دالي؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ حبيبتي انا اسفه جدا، معلش جيت من غير ميعاد، بس اعمل ايه يعني، مساله غير حضاريه بالمره، بس جينات بقى خدتها من حماده. ده بيتك يا حبيبتي، تيجي في اي وقت. تشربي ايه؟ لا لا مش مشكله، انا همشي على طول. هجيب لك عصير فريش. هو ايه اللي حصل؟ مدام هتلر ملا بقت رقيقه قوي كده، انت خدرتها ولا ايه يا حماده؟ يا بنت ابوك لو وقف قصاده اسد يروض قط. حماده يا جامد. لا لا والنبي يا ماما نونا قولي لي، هي ايه الحكايه؟ يا اختي لا حكايه ولا حاجه. اصل نوال بنت عم ابوك دي طول عمرها رقيقه وزي النسمه، بس كان عندها شويه مشاكل في شغلها هما اللي كانوا معصبينها. العصير. ميرسي يا طنط. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. اخبار شادي ايه بقى؟ هي حكايتي مع شادي بقت مشهوره قوي كده. ماما نونا قالت لي على كل حاجه. يعني زي ما تقولي كده، مقفوله بالضبه والمفتاح. الجواز موقوف بقرار من الداخليه، يعني من حسام، ومش شؤون الاجتماعيه يعني من ماما طبعا، وجده رايه استشاري، لا بيودي ولا بيجي زي حماده كده. جرابت انا لا يودي ولا يجيب. والله العظيم انا غلطان ان انا واقف جنبك، انت ما يتمرش فيكي. انا واخد القرار مع شادي من زمان، مالكيش. طب احضرينا بقى يا طنط نوال، قرار غير مشمول بالنفاذ يبقى ايه لازمته؟ جرى ايه يا حماده؟ ده انت معروف عنك انك اكتر واحد بتاخد قرارات سريعه، وخصوصا قرارات الجواز. لا لا لا، انا بس كنت عايز فرصه يعني عشان ارتب الفرح والمعازيم، احجز الاوتيل، الحاجات دي يعني. فرح داليا هيتعمل هنا في بيت العيله، وهو الهولد بيا ده هو بقى اخر شياكه. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انت عمر اهو، انت جدع قوي كده ليه؟ امال لما جيت لك في المانيا نفضتي لي ليه؟ لا يا حبيبتي، انت لما وصلتي هناك انا كنت بحضر شنطتي ومسافره برلين، عشان كده انا كنت عنيفه معاكي، لاني كنت عايزه اشوفك واقعد معاكي، كان لازم تقولي لي انك جايه. بصوا بقى يا جماعه، انا مستريحه قوي هنا، انا عايزه اقعد في البيت ده وافضل هنا طول عمري، مش عايزه اسيبه. الفرع ده من العيله مريحني، الفرع اللي هناك كئيب قوي وخنيق جدا. بس برضو لازم حماده يتكلم مع فوزيه ويقنعها. امك لازم توافق على الجواز. اقنعها، اقنع ابوها.
ما تخافش ابوها مقتنع، المهم هي وحسام. حسام ده ايه؟ حسام ما يكسرش كلام ابوه. انا بسيبه يتكلم يهلفط شويه، لكن وقت الجد لا، الدلع له حدود. الحسام يا حسام ده، حسام طز في حسام. خلاص تيجي معايا دلوقتي وتكلمها. اجي دلوقتي؟ لا يا حبيبي، انت لسه تعبان. لا انا بقيت كويس خالص. قولي لي، هو حسام دلوقتي في البيت؟ زمان روح من الشغل واتغدى. طب انا بتهيألي لو قابلت فوزيه لوحدها الاول يكون احسن، مش كده ولا ايه؟ الو، ايوه انا حماد عز. اهلا وسهلا. لا 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 فاضي، ما اوريش حاجه خالص، اكون عندك بعد ربع ساعه. ايوه ايوه عارف الاوتيل ده جنب البيت على طول، بس انا هعرف حضرتك ازاي يعني؟ الله يخليك. اكيد تقابلنا بقى بدل ما تعرفني. طيب مع الف سلام. انت وش الحلوه يا بنت انت، وديني لجوزك الوتشاني. خير يا حماد؟ اكبر مستثمر في الشرق الاوسط عايز يشتغل معايا، اكيد سمع عن المصنع اللي انا عايز اعمله، عايزين يمولوه، ما فيش حاجه بتستخبى في السوق. مبروك. الله يبارك فيك يا حماد. داليا هتستنى عشان توصلينا بعربيتك، عربيتي بايظه. أنا آسف إن اضطريت أكتب عليك كده بيضة عشان أقدر أقابلك. حقيقة أنا مش مستثمر ولا حاجة. أمال إيه؟ عيني على اللي زمان كانوا بيمخمخوا، لو ميت زلزال ولا يتلخلخوا، اتغطوا لطوم وصوتوا صرخوا، خليكوا قاعدين. زيت في الحضرات قوم اعمل حاجة وورينا بقى جدك يبني اهرامات وعيالك يلعبوا في الطينة. بتعيد وتزيد في الحضرات قوم اعمل حاجة وورينا بقى جدك يبني اهرامات وعيالك بيمخمخوا، لو ميت زلزال ولا يتلخلخوا، اتغطوا لكم وصوتوا صرخوا، خليكوا قاعدين.